Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, merci infiniment d'être fidèles toujours à votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur les ensembles. Et voilà donc cet exercice parmi les exercices qui s'opposent au contrôle. À la question d'elle détermine en extension. La plupart d'elle les contrôles tatata. Fil ghalib, d'accord? D'accord. Alors, هنايا غادي نحاول نجاوبوا على هذا ليكزيرسيس. عطيت واحد 4 اونسون تقريبا تيتشابهوا. جوج الاولى راهم تيتشابهوا. الطريقه اللي نديروها في ا نتوما غادي تخدموا بي ديروها في بي، والطريقه اللي نديروها في سي نتوما تخدموا دي وديروها في دي. داكوغ، انا نخدم معكم غير ا او سي بيان سور. الوغ تبعوا معايا مزيان الله يرضى عليكم باش تفهموا لا فيديو وتستافدوا منه ان شاء الله. الوغ بالنسبه ل ا نجي نكتب عندنا هنايا ا، فوالا ها هي لونسومبل، هي لونسومبل دي زونتي ناتوريل سميناهم اكس تيل كو تي فيغيفيو ليا هاد فراكسيون اكس او كاري موان 2x بلوس 6 سور اكس موان 1 مالا ابارتيان زد. شوفوا الله يرضى عليكم، هادي قاعده. شي فيلم تبغي تحدد شي اونسومبل وعندك واحد الفراكسيون ابارتيان زد، شد هاد الفراكسيون هادي en pose x au carré moins 2x plus 6 elle est x moins 1 chouette Allah de l'four adna polynôme de deuxième degré ou le tahta adna polynôme de premier degré. Donc hna ila kano gadi atona matalan wahad l'ensemble tachbeh fi a fraction yani ala tchkel yani li jina nchoufou kullom adna wahad fraction appartient z ou la n fi mbarba إما غادي يعطونا بولينوم دوزيام دوغري على بولينوم بخوميييغ دوغري، ولا بولينوم بخوميييغ دوغري على بولينوم بخوميييغ دوغري. داكوغ، قليل فاش يعطونا بولينوم تخوازيام دوغري. في هاديك الحالة راه تيعطوكم دوطخ كيستيون لي غادي يساعدوكم باش توصلو لغيبونس. لو برانسيب هنا الله يرضي عليكم هو ملي تكون بولينوم دو دوزيام دوغري على بولينوم دو بخوميييغ دوغري، ها شنو تنديرو الله يرضي عليكم. هاد ليكخيتيغ تنحاولو نكتبوها كومسا، أx بلوس بي بلوس A ou B à 79, on va dire la détermination. Plus C, elle a la fraction. Dis-moi, si vous mettez un comme CFM, vous mettez un comme CFM, vous mettez un comme CFM, comme AX au carré plus BX plus C, vous mettez un X plus D. CFM, c'est un adore CFM. Il me dit qu'on a dit A prime, A dit B prime, C prime, D prime. Il a une fraction comme ça. بولينوم دو دوزيام دوغري على بولينوم دو بخوميييغ دوغري، إلا بغيت نحدد لونسومبل خاص هاد الفخاكسيون نكتب على هاد الشكل، AX بلوس B بلوس C على هاد الفخاكسيون لي عندنا هنا، X بلوس D بريم، أو على هاد الدينوميناتور لي عندنا هنا، هاد A بريم B بريم C بريم ماشي هما A و B و C، يقدرو يكونو بحال بحال، يقدرو يكونو ديفيرون، ولكن في الغالب تيكونو ماشي بحال بحال، تخي بيان. الوغ انا الا قدرت نكتب هادي على هاد الشكل غادي تسهل عليا. ملي غنبغي نقول هاد الفراكسيون ابارتيان زد، ديجا هادي تكون ابارتيان زد، يبقى ليا غير هاد الفراكسيون ابارتيان زد، والفوق ما تبقاش عندي لو اكس. دونك الهدف ديالي هو هاد الفراكسيون تكتب على شكل واحد ليكسبريسيون باش في النيميراتور الا بقات تبانت ليا شي فراكسيون هنا، النيميراتور ما تبقاش تبان فيه شي اكس. داكوغ، اون فوا النيميراتور ما تبقاش تبان فيه اكس، امور غادي تسهل عليا باش نحدد هاد لونسوم. سي بيان. دونك شنو غادي ندير هنا الله يرضي عليكم؟ غادي نحاول نلقى ا و بي و سي. داكوغ، اون ا غادي ناخد هادي ولا ناخد هادو بجوج ونخدم بليكيفالونس، اكس او كاري موان دوز اكس بلوس 6 على اكس موان 1 كتساوي ا اكس بلوس بي بلوس سي على اكس موان 1 ايكيفالون. هادي غادي نخليها ما نقربش ليها في لي زيتاب كاملين، وهادي نحاول نكتبها على هاد الشكل تبقى غير في فراكسيون وحده، ومن بعد راه غادي نوريكم شنو ندير كيفاش غادي نلقى ا و بي و سي. دونك اكس او كاري موان 2x بلوس 6 على اكس موان 1 ايكال، ندير توحيد المقام هنا. الى وحدنا المقام هنا شنو ولا عندي ا اكس بلوس بي، هنا راه بحال عندنا سو 1 نضربو في هادي ياك. دونك شنو تولي عندي فوا اكس موان 1 سو اكس موان 1 بلوس هادو بجوج فوا 1، هاد الفراكسيون ما تبدلش. نكملو، دونك عندنا اكس او كاري بلو موان 2x بلوس 6 على اكس موان 1. هنا نديرو الديفلوبمون ديال هادي. دونك شنو تولي عندي ا اكس الا ضربنا في اكس شنو غتعطيني؟ غتعطيني ا اكس او كاري ا اكس موان 1 موان ا اكس بلوس
بي اكس بي فوا موان زان سي موان بي، يعني غير دير ديفلوبمون ديال هادشي اللي كان فوق داكوغ سيغ اكس موان زان بلوس سي على اكس موان زان. غادي نعاود نكتب هنا اكس موان زان، هنا اكس و كاري موان دوز اكس بلوس سيس. نحاول نقاد هادشي نحتافظو بالدينوميناتور ونجمع هادو اللي كاين هنا ا اكس او كاري، غادي نجمع هاد النيميراتور مع هادي او ميم طون. شنو ندير ا اكس او كاري؟ ما كاينش مع من سامبليفي، تبقى ا اكس و بي اكس نقدر نسامبليفي، نقدر نكتبهم كومسا بلوس نصبغ هاد لو تيرم على هادو، او ميم طون ندير فاكتوريزاسيون تولي بي موا ا فاكتور اكس. هادو بجوج اولو على هاد الشكل اللي درنا الفاكتوريزاسيون با اكس. داكوغ مزيان، بقات ليا موان بي و بلوس سي. نقدر انا نسبق سي هي الاولى، ما كاينش مشكل، الجمع راه تبادلي. فوالا دابا شو اللي عندي هنايا؟ هنا ولات عندنا فراكسيون كتساوي فراكسيون، داكوغ. هنا الديناميتور كيبان ليا كيساوي الديناميتور، ملي تكون فراكسيون كتساوي فراكسيون، هاد لو ديناميتور كيساوي هادي، الوغ ايفيكتيفمون هذا راه غادي يساوي هاد. دونك نجي نكتب غير هذا كيساوي هاد، اكس او كاري موان دوز اكس بلوس سي شنو تساوي؟ ا اكس او كاري بلوس بي موان ا اكس بلوس سي موان بي. تخي بيان. اي فينالمون شنو غادي ندير هنايا؟ ملي تتكون اشنو تيبان عندي بولينوم كتساوي بولينوم، يعني لي كويفيسيون هنايا اللي كاين ديال هاد بولينوم غادي يساوي لي كويفيسيون هنا. شنو تنقصد بهادي؟ العدد اللي مضروب في اكس او كاري هنا ضروري غادي يساوي العدد اللي مضروب في اكس او كاري هنا، من القواعد اللي عندنا في لي بولينوم. اذا هاد واحد شنو تساوي؟ تساوي هاد ا، اذا نكتب ا كتساوي واحد، اذا انا القينا. عاوتاني نمشي للكويفيسيون اللي مضروب في اكس هنا وهنا. الكويفيسيون اللي مضروب في اكس هنا شنو هو؟ راه هو موان 2، غادي يساوي الكويفيسيون اللي مضروب هنا في اكس اللي هو هاد ليكسبريسيون كلها بي موان ا. الوغ ندير بي موان ا كتساوي موان 2، بي موان ا كتساوي موان 2. وبقى لي هاد 6 العدد اللي ما مرتبطش ب اكس، غادي يساوي ليا هاد لو تيرم اللي تا هو ما مرتبطش ب اكس. دونك سي موان بي تساوي ليا 6. هادو من الحويجات اللي شفتهم في لي بولينوم ايكيفالون. دابا ار لقيناها هنا، باش نلقى بي نشد هاد لافالور ديال ا، نعوض هنا هاد ا اللي عوضناها بواحد تولي بي موان زاياك تساوي موان دو. فوالا وندير هنا سي موان بي ايكال 6 ايكيفالون ا راه كتساوي واحد. موان زان الا حولناها للجهة لاخرى شنو يولي؟ تولي موان دو بلوس ان راه هي موان زان. وبالنسبة الى جينا عوضنا هنايا اش تولي؟ ديريكتومون تولي موان موان زان هي بلوس ان، بلوس ان الجهة لاخرى تولي 6 موان زان راه هي 5. هاني لقيت ا و بي و سي. الوغ دابا شنو غادي نقول؟ دونك اكس او كاري موان دوز اكس بلوس 6 على اكس موان زان كتساوي، غنمشي لهاد ليكسبريسيون هادي اللي عندي هنايا في بلاص ا، نعوضها بلا فالور اللي لقيت و بي لا فالور اللي لقيت و سي نفس الشيء. دونك شنو غادي نجي ندير هنا؟ ا اللي عندي هنا باش غادي نعوضها بواحد، دونك تولي واحد اكس راه هي اكس. بي اللي عندي هنا نعوضها بموان زان، هاد بي اللي عندي هنا نعوضها بموان زان. دونك شنو تولي عندي هنايا؟ بلوس موان زان راه هي موان زان، بلوس هاد لو سي اللي عندي على اكس موان زان، السي راه غادي نعوضها ب 5 تولي 5 سور اكس موان زان. هادي مهمة، هادي هاد لي كريتور هادي سورتو هادي غادي تساعدنا باش نلقاو لونسومبل ا فاسيلمون. داكوغ فوالا، هاد الطريقة نتمنى تعقلو عليها مزيان. هاد الطريقة تتبقى بصفة عامة صحيحة حتى في اللي حالات اللي هما ديفيسيل. كاين اللي ما غاديش يدير ليا الطريقة كلها شنو غادي يدير، ولكن ما تتبقاش مضمونة الطريقة اللي غادي ندير لكم دابا. قدر في بعض لي كاس سورتو مثلا في بي بي، الا جيتي بغيتي دير هاد الطريقة اللي غادي ندير دابا غادي تحل داكوغ، ما تتبقاش ديما مزيان. ولكن في بعض لي كا بحال هاد لو كا هادي، نقدر مثلا هاد الريزلت اللي وصلت ليه هنايا شوف شحال درنا، نقدر نوصل لها فاسيلمون. شوف شنو غادي ندير، نجي نكتب هاد الفراكسيون اللي هي اكس او كاري، هادي غير بين قوسين راه مازال ما كملش لا كيسيون. انا غادي نقول لكم غير كيفاش نقدر نوصل لهاد لي كريتور اللي درت هنايا بطريقه اخرى، ولكن ما تتبقاش صحيحه في جميع الحالات. بحال انا شنو نقدر ندير؟ كيبان لي هادي البديه ديال واحد ليدونتيتي روماركابل ياك. دونك نقدر ندير كومسا اكس او كاري موان دوز اكس، ونشد هاد 6 نكتبها هي 1 بلوس 5 باش هاد لي 3 تيرم يشكلوا لي ايدونتيتي روماركابل. يا بخي هادي ايدونتيتي روماركابل سي اكس موان زان لو تو كاري، هاد لو 5 كتبقى في بلاصه اكس موان زان. من بعد نفرق الكسر، جو دوا كاسي هاد الفراكسيون، غتولي اكس موان زان لو تو كاري على اكس موان زان بلوس 5 على اكس موان زان.
هنا اكس موان زان او كاري راه هي اكس موان زان فوا اكس موان زان، واحد اكس موان زان تختزل مع اكس موان زان تبقى لي غير اكس موان زان وحده، واني وصلت نفس الريزولتا. شوفوا معايا نفس الريزولتا ولكن طريقه سريعه، ولكن تتبقى ديما مضمونه. شي الا بغيتو تطبقوا هذه الطريقه هنا في ليكزومبل الثاني بي غتلقاو مشكل. اذا خاصني ضروري هذه الطريقه العامه، هذه طريقه ديما صالحه داكوغ، فيما تكون عندك بولينو دوزيام دوغري على بخوميغ دوغري، هذه ديما تتبقى صحيحه ودغيا وغادي توصل جوا خطوه الى شويه، مي راه توصل، خاصك ما تخطاش في الكالكول داكوغ. سي بون، دابا غادي نكملو. دونك شنو غادي ندير ابخي؟ انا لقيت هاد الفخاكسيون، انا كتبتها على هاد لافورم، من بعد تنجي نكتب هنايا، كناخد هاد الفخاكسيون، يا هنا اكس او كاري موان دوز اكس بلوس سيس سور كوا x moins 1 appartient à z. Ça équivalent de dire, un chien de chien a oudou bien de chien d'indine. X moins 1 plus 5 à la x moins 1 appartient à z. C'est équivalent. Had l'expression à dire appartient à z. Elle est chez nous x déjà appartient à n. Had appartient à n, had appartient à z. Donc, had l'expression à dire il est appartient à z. Alors, باش نقول هاد لاسون كولو ابارتيان زد، ديجا دير ابارتيان زد، دونك قال لي هاد فراكسيون خصها تكون ابارتيان زد، دونك هنايا نكتفي من بعد ناخذ غير هاد فراكسيون بوحدها 5 سو اكس موان زد، لان هادي ابارتيان زد، ندير ابارتيان زد ونجيستيفي، كا غادي علاش ما كتبتهاش؟ لان ديجا اكس موان زد راه ابارتيان زد، غادي نديرها بين قوسين ندير الجوستيفيكاسيون ديالها. دابا وصلت هاد ليطا، ملي تكون عندنا واحد فراكسيون ابارتيان زد، سافو دير كوا؟ ان هاد 5 راه تا ملتيب دو اكس موان 1 داكوغ، غير هو لي ملتيب ناخدو لي ملتيب بوزيتيف ونيجاتيف، لانه انا خدام في زد، كون كنت خدام غير في ان ناخد غير لي ملتيب، انا هضر غير على لي ملتيب لي هما بوزيتيف. الو ملي تنقول 5 دي في 5 سو اكس موان 1 ابارتيان زد، صافي هذا يكون ملتيب ديال هذا، بمعنى هذا يكون تا ديفيزور دو 5، يعني اكس موان 1 يل ديفيز 5. وشنو تيعني اكس موان 1 ديفيز 5؟ شوم لي ديفيزور ديال 5، هنا لي ديفيزور ديال 5 ما ناخذوش غير لي نون بوزيتيف، لان حنا خدامين في زد، ناخذو لي نون بوزيتيف ولي زوبوزي ديالهم. لي ديفيزور ديال 5 كاين عندنا غير واحد و 5، لان اصلا 5 راه سيت نون برومي، عندو دو ديفيزور 1 و 5، تنهضرو على لي ديفيزور بوزيتيف، مي الا كنا نهضرو على زد، نهضر على 1 و 5 ولي زوبوزي ديالهم، موان 1 و موان 5، دونك شنو يولي عندنا؟ اكس موان 1 اما غادي تساوي 1، داكوغ؟ او بيان اكس موان 1 تساوي او x moins 1 تساوي 5 داكوغ، و لو زوبوزي دابا x moins 1 تساوي موانز 1 و x moins 1 تساوي موان 5 ايكيفالون. شاك ايكواسيون راه غادي نحلوها، دونك x ايكالا موانز 1 حولنا الجهة الأخرى تولي 1 بلس 1 2، هنا تولي عندنا موانز 1 الجهة الأخرى تولي هنا 6، هنا موانز 1 الجهة الأخرى تولي عندنا 0، هنا موانز 1 الجهة الأخرى موان 5 بلس 1، دونك سي 4. دونك دابا راني ساليت لونسومبل ا، راني لقيت نجي نكتب ا، دونك لي زيليمون لي غادي في لي هما ديزونتي ناتورال بيان سور، انا ناخذ تخيل هنا كون خرج لي مثلا شي نومبر نيجاتيف ما ناخذوش، لان لي زيليمون ديال ا سو سون ديزونتي ناتورال داكوغ، هنا عطيني ان هنا عطيني زد، دونك يلفو فيغ اتونسيون، يعني كون كانت عندنا شي فالو هنا نيجاتيف ما ناخدوهاش، لأنه غناخد غير لي زونتي ناتورال، هادو كلهم دي زونتي ناتورال، دونك ما عندناش بروبليم هنايا، نكتبهم كاملين 2 6 0 4، ماشي بالضرورة نرتبهم، إي فوالا ها لونسومبل أ لقيناه. دو ميم فاسون لار ذلك، غادي تجاوبو ليا نتوما على لونسومبل بي، جو باس أ سي، دونك شوفو معايا بالنسبة لسي، سي شنو تنلاحظو هنا؟ تقريبا تتشبه الاو بي، غير هنايا عندنا بولينوم بخوميغ دوغري على بولينوم دو بخوميغ دوغري داكوغ، يعني عندنا هاد لا فورم هاد ا اكس بلوس بي على سي اكس بلوس دي، دونك لار دانين كيف ما هضرنا قبيل على الا كانت عندنا شي اكسبريسيون بحالك وهضرنا دو فاسون جينيرال، قلنا انه الا كانت عندنا ا اكس او كاري بلوس بي اكس بلوس سي على ماشي حاجه ا بريم اكس بلوس ب، تنحاولوا هاد ليكريتور هاد ليكريتور نكتبو على الشكل واحد عدد مضروب في اكس نسميه مثلا ا بريم، واحد عدد بي بريم بلوس واحد عدد سي بريم على هاد الفراكسيون، هادي تنهضرو بصفة عامة ا اكس او سي اكس باردون ا بريم اكس، وهنا نسمي هادي
بي بري مثلا، ولا نسميها هادي الفا، هادي بيتا. المهم هاد الفراكس، هذاك الشيء اللي كاين هنا هو اللي تيتكتب هنايا، داكوغ؟ هذا هو لامبورطونس. هنا بالنسبه لهاد الفراكسيون الله يرضي عليكم، ا اكس بلس بي على سي اكس بلس دي، شوف بولينوم بروميير دوغري على بولينوم بروميير دوغري، هادي حاولوا تكتبوها غير على هاد لا فورم. واحد العدد نسميه مثلا الفا بلس واحد العدد تقدر تكون هنا موان سيغ هاد ديماتور سي اكس بلس دي. يعني الا قدرت نكتب هاد الفراكسيون على هاد الشكل غادي يسهل عليا نحدد هاد لونسوم، وهادي هي الفكره اللي غادي نديرو هنايا. كاين عندنا عاوتاني جوج طرق، الطريقه اللي تتكون ديما مضمونه هي هادي، داكوغ؟ واخا فيها شويه الكالكول مي. دونك شنو غادي ندير هنا بالنسبه للسي؟ سي ايكال اكس ابارتيان ان تيل كو 2 اكس بلس 16 على اكس بلس 2 ابارتيان زد، داكوغ؟ دونك شنو نقدر ندير باش هاد ليكسبريسيون نكتبها على هاد لا فورم؟ الطريقه اللي هي جينيرال ديما تخرجكم هي نجي نكتب اون بوز 2x بلس 16 على x بلس 2. شنو غادي تساوي؟ غندير كتساوي، نسمي هادي ا ونسمي هادي بي، داكوغ؟ ا بلس بي على هادشي اللي عندي هنايا. اذا دابا شنو غندير؟ نمشي نحدد غير هاد العدد وهاد العدد. هنا سميت هاد العدد سميتو هنا الفا، وهنا بيتا، هنا بغيت نسميهم او بي، داكوغ؟ ما كاينش عندنا مشكل في التسميه. دابا الى قدر نكتب هاد لا فراكسيون على الشكل، الامور تتكون مضبوطه وما تلقاوش مشكل. الوغ شنو غادي ندير هنا؟ كيف درنا في ا غادي ندير هنا، نحاول هنايا ندير توحيد المقام. دونك شنو يولي عندي؟ فوالا سي ايكيفالون، تعاودوا تكتبوا هادي ومن بعد ديروا ايكيفالون. انا ديريكتوم باش ما نضيعش الوقت، سي سور اكس بلس 2 الى واحد المقام هنايا، هنا ا على واحد هادو بجوج فيها، دونك كتولي عندي ا فاكتور اكس بلس 2 سور اكس بلس 2. هنا غندير فراكسيون وحده باش ما نضيعش الوقت، دونك غديروا غير توحيد المقام على فا، غادي يخرج لكم هادشي، داكوغ؟ من بعد نحاول نديفلوبي هنايا، ايكيفالون 2 اكس بلس 16 على اكس بلس 2 ايكال، هنا ندير ديفلوبمون تولي ا اكس بلس 2 ا بلس بي على اكس بلس 2 يابخي هنايا سي ايكيفالون. هنا شوف دو فراكسيون عندهم نفس الديميراتور، دونك يكون عندهم نفس النيميراتور. غنجي نكتب غير 2x بلس 16 ايكال ax بلس 2a بلس b، بولينوم كتساوي بولينوم عندهم ميم دوغري. الوغ كويفيسيون ديال x هنا غادي يساوي كويفيسيون ديال x هنا، وهاد الكويفيسيون هذا غادي يساوي كويفيسيون هذا كنسموه الكويفيسيون كونستانت اللي ما تيكونش مرتبط بx. ايكيفالون هاد الكويفيسيون ا غادي يساوي 2، اذا ها القيناها، وهاد الكويفيسيون كامل اللي ما مرتبطش ب اكس غادي هو يكون تيساوي 16، دونك 2 ا بلس بي غتكون تساوي 16 ايكيفالون ا هي 2. وهنا الى عوضنا ا ب 2 تولي 2 فوا 2 4، ولا حولنا الجهه الاخرى تولي بي كتساوي 16 ناقص 4 راه هي 12. الوغ احنا لقينا ا ولقينا بي دو فاسون تري سامبل، داكوغ؟ الوغ شنو يولي عندي دابا؟ غتولي عندي 2x دونك راه نكتب هادشي هنايا ماشي مشكل. دونك 2x بلس 16 على x بلس 2 شنو تساوي في هاد الحالة؟ غادي نمشي هاد أ نعوضها ب 2، ونمشي لهاد ب نعوضها ب 12، إي سي تيرمين، أمور ولات سهلة. غادي نعطيكم واحد الطريقه اخرى كيفاش نوصل لهاد الريزلت بلا ما نديرو هادشي اللي درنا هنا. مي راه ماشي ديما كتعطينا هاد كتعطينا كتخلينا نجاوب بسرعه. مثلا كاين اللي غادي يجي يكتب يجي من هنا لهنا، هو عارف خاصو انه يوصل لهاد لا فورم، داكوغ؟ دونك شنو تيدير؟ كياخد انا ندير لكم الطريقه دابا، راه مازال ما كملناش، هادي غير بين قوسين، ياخد 2 اكس بلس 16 على اكس بلس 2. غادي يحاول هاد اكس بلس 2 خاصها تبان الفوق هنايا، كاين مشكل هنا هاد لو اكس مضروب في 2، دونك كنضرب هادي كامله في 2، هادي اللي كاين لتحت شنو تولي عندي؟ تولي عندي 2 اكس بلس 4، الوغ 2 اكس بلس 4 خاصها تبان عندي هنا الفوق ضروري، فهمتوا شنو قلت؟ هنا هاد لو اكس مضروب في 2، هنا عندي اكس مضروباش في 2، الوغ باش هاد اكس بلس 2 تبان ليا الفوق خاص هاد ليكسبريسيون نضربها بعدا في 2 اكس. شنو غتعطيني الا ضربنا في 2 اكس؟ غتولي عندي 2 اكس بلس 4 الا درنا ديفلوبمون. الوغ 2 اكس بلس 4 خاصها تبان عندي هنا الفوق، شوف شنو غندير، اكس بلس 2 هنا 2 اكس، وهاديك 16 نقدر نكتبها هي 4 بلس 12، داكوغ؟ هاهي بانت عندي 2 اكس بلس 4. علاش فكرت
خاص تبان عندي 2 اكس بلس 4، هو نورمالمون خاص هادشي اللي كاين تحت هو اللي يبان الفوق. مي ملي ضربت هادي كامله في 2 وخرجت لي 2 اكس بلس 4 وكتبتها الفوق، الا فاكتوريزيت ب 2 غادي تولي تبان لي اكس بلس 2 كاينه الفوق. شوف معايا، هاي اكس بلس 2 كاين هنا وكاين هنا، داكوغ. شديت هادشي اللي اثرت هنا، درت ليه الفاكتوريزاسيون، من بعد نفرغ الكسر، نشد هادشي كامل على هذا بلس هذا على هذا، شنو ولا عندي 2 فاكتور اكس بلس 2 على اكس بلس 2 بلس 12 على اكس بلس 2، هادي تختزل معايا، هادي تبقى لي 2 بلس 12 سور اكس بلس 2، سي لا ميم لو ميم ريزولتا اللي حصلنا عليها. وهنا دو فاسون سامبل، شكون اللي يقدر يستعمل هذه؟ اللي تيخدم بزاف ديال لي زيكزيغ يلقى بحال هاد الحالات بزاف وتيخدمهم، داكوغ، تتولي تبان لي الطريقة ساهلة. مي إذا بانت لك الأمور معقدة بهاد الطريقة، لا فاسون جينيرال هي هادي ديما تتعطينا لا ريبونس. ألوغ وصلنا لهاد الغيزولتا، نكملو بعدا نلقاو نجاوب على السؤال ديالنا. دونك شنو تندير؟ هادي راه غير درتها لكم بين قوسين هادي، داكوغ، إما تندير هادي ولا هاد الطريقة. المهم انا خصني نوصل لهاد الريزولت، انا وصلت لها. شنو تنجي نكتب؟ اي اون 2x بلس 16 على x بلس 2، نقول ابارتيان زد سا ايكيفالون دو دير، نشد هادي نعوضها بهاد الاكسبرسيون اللي هي 2 بلس 12 سور x بلس 2 ابارتيان زد. الهدف ديالي باش نكتب هادي على هاد الشكل هو لو x ما يبقاش يبان عندي الفوق في النيميراتور، الا بقات تبان عندي شي فراكسيون هنا بحال هنا في هاد الفراكسيون ما كاينش ما فيش x فوق. الوغ اون فوا كترجع هاد الفراكسيون على شكل واحد ليكسبريسيون لو اكس ما كاينش عندك في النيميراتور، صافي الامور ولات ساهله. الوغ هنا ملي تنقول هاد ليكسبريسيون كلها ابارتين زد، ديجا دو كنعرفو ابارتين زد، دونك باش تكون هادي ابارتين زد خاصها الفراكسيون تاهي تكون ابارتين زد. اذا ناخذ دابا غير هاد الفراكسيون ندير ابارتين زد ونجيستيفي كار هاد دو علاش مكتبتوش، لان دو راه ديجا ابارتين زد. الوغ ملي تنقول 12 ديفيز اكس بلس 2، 12 على اكس بلس 2 ابارتيان زد، سافيدير 12 راه تا ملتيبل ديال اكس 2 بحال كيف قبيله. دونك نكملو بنفس الطريقة ديال ا، هنا غادي تكون هادي ديفيز اكس بلس 2 راه ديفيز 12. شنو هما لي ديفيزيون ديال 12؟ كاين عندنا واحد، كاين عندنا جوج، كاين عندنا ثلاثة، أربعة، كاين عندنا ستة، و عاوتاني زوبوزيسيون، دونك كاين بزاف. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ ندير x بلس 2 إيكال 1 أو x بلس 2، إلا ما بغيتش تكتبو هادو كاملين تقدرو ديرو بحالك x بلس 2 أبارتيان، تنقول أبارتيان، غنكتب هادوك لي ديفيزور كاملين، كاين عندنا 1، كاين عندنا 2، 3، 4، 6، 12، عاوتاني لي زوبوزي، موانز 1 moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 12. Au lieu de dire x plus 2 égale à 1, ou x plus 2 égale à 2, ou x plus 2 égale à 4, on a dit beaucoup de les équations. On va faire comme ça. On va faire le x. Très x plus 2 égale à 1. Bon, tout le monde a dit x, on a dit 1, on a dit 1. Alors, on a dit x égale à moins 1 directement. ونبقى غادي بنفس الطريقة، x بلس 2 إيكال 2، 2 جا لاخر تولي x إيكال 2 موان 2، دونك هي 0. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ باش نكون سريع، غادي نشد هنا في هاد ملي دابا أنا هاد موان 1 ملي تكون x بلس 2 إيكال 1، وهاد 0 اللي كتبت هنايا ملي تتكون x بلس 2 إيكال 2، ملي تكون x بلس 2 إيكال 3، شنو غتبقى عندنا؟ تكون عندنا 3 موان 2 دونك سي 1، دونك غتبقى غادي بنفس الطريقة حتى تكتب لي زيليمون كاملين اللي كاينين هنايا. دونك كاين عندنا 1، كاين عندنا 4 موان 2 دونك سي 2، 6 موان 2 دونك سي 4، 12 موان 2 دونك سي 8، موان 1 موان 2 دونك سي موان 3، موان 2 موان 2 دونك سي موان 4، موان 3 موان 2 سي موان 5، موان وتبقى غادي بهاد الشكل، دونك موان 5 موان 4 موان 2 دونك سي موان 6، اي موان 6 موان 2 دونك سي موان 8، و موان 12 موان 2 دونك سي موان 14. اي ابخي شنو ندير؟ من بعد ناخد غير، اي بويسك اكس ابارتيان كوا؟ هنا بغينا غير لي زيليمون لي هما ابارتيان، اي بويسك اكس ابارتيان ان. Alors,
اكس ان ناخذ غير لي نون بوزيتيف، ان ناخذ 0 ان ناخذ 1 2 4 اي 8، هادو هما لي نون بوزيتيف 1 2 4 اي 8. الوغ هاد لي زيليمون راه هما لونسومبل سي، ومن بعد تنقول دونك سي ايغال، وتنكتب هادشي كامل اللي كتبته انا دابا هنا. داكوغ فوالا، دو ميم فاسون الله يرضي عليكم غادي تجاوبوا لي على دي. اللي لقى شي مشكل ولا شي حاجه راه يمكن ليه يتواصل معايا على الاقل باش ان شاء الله يشترك في واحد لوفر. كاين واحد العرض في الرياضيات اللي بغى ينضم للمجموعه ديالنا ان شاء الله يتواصل معايا على هذا الرقم هذا 06 96 15 26 34، غادي يستافد من بزاف ديال الحويجات، نماذج ديال لي دوفوار سورفيي لي سيري كوريكسيون. دونك سيتو اللي بغى دي زانفورماسيون على هاد لوفر يتواصل معايا على هاد الرقم واتساب، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم الشيخ زلال.